لمسة واحدة داخل الشباك ليتقدم الفريق الكتالوني العملاق الكتالوني برشلونة بهدف مقابل لا شيء. هذه التمريرة والإعادة أمامنا. تمريرة نيمار يسكن ويضع الهدف الأول في المباراة. 1-0 عدوا بقى. سانتوس خسر 8. يا ترى تايلاند النهاردة النتيجة هتبقى كام؟ الله أعلم. نيمار يتقدم بالهدف الأول في المباراة. نكتب بقى الأهداف. نيمار أمامنا طبعا على الصورة. برشلونة يتقدم بهدف مقابل لا شيء عن طريق الكبير نيمار دي سيلفا. تمريرة أمامية من بيكي يمررها في المساحة فاضية لميسي. إلا ميسي وضرب الجزاء لسه بقول لحضراتكم إلا ميسي وعرقلة وضرب الجزاء.